السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب دويرة، حيث أنه بدأت العملية نتاع التغليفات الأخيرة في المحيط الخارجي نتاع الملعب، ويظهر أنه الأشغال نتاع التغليف هذه رائعة، الشكل جميل جدا، وكذلك عملية نتاع الطريقة نتاع الوضع نتاع التغليفات هذه طريقة سليمة وجيدة جدا. ونحب نشوف هذه النوعية نتاع التنفيذ في كل المشاريع نتاع التهيئة الخارجية في كل المدن الجزائرية، وإن شاء الله العمل هذا المتقن رائع نشوفه إذا في ورشات أخرى. النقطة اللي مازال ما تأكدناش منها هي قضية الصلابة نتاع هذه المواد المستعملة، هل يعني النوعية مقاومة للأمطار يعني للسوليسيتاسيون نتاع الضغط نتاع المشاة، ويعني الصلابة بصفة عامة. لكن من ناحية الشكل، أولا الشكل رائع، الألوان رائعة، والتناغم ما بين الألوان المختلفة، وكذلك طريقة الوضع نتاع هذه الأغلفة جميل وسليم جدا، يعني طريقة جيدة جدا. أؤكد أعيد وأؤكد، إذا إن شاء الله الأعمال هذه تكون كما قلنا صلبة من ناحية المقاومة. نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول الأشغال الجديدة نتاع التغليف حول الملعب نتاع علي عمار بدويرة، والسلام عليكم. ديروا لي كامل كل هذا الناس انا ديروا لي كامل الناس اللي